بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخوان، رجعنا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو يخص القرارات اللي صدرت من هيئة الرأي في وزارة التربية العراقية، واللي هن قرارين. القرار الأول يخص الصفوف غير المنتهية من الخامس ابتدائي إلى الخامس إعدادي، يشمل الفنون ويشمل بقية الاختصاصات الأخرى. أما القرار الثاني فيشمل الطلبة الخارجيون، يعني أصحاب الامتحان الخارجي، أيضا لهم قرار خاص بهم. نجي على القرار الأول، اتخذت خاصة بالمناطق الجنوبية، خاص بعد إضافة العشر درجات حسب القرار السابق، اللي هو القرار اللي أعطوا كل درس 10 درجات، تجمع درجات المواد الدراسية اللي يمتحن بها التلميذ، يعني خص ابتدائية أو الطالب هاي المتوسط أو فوق، في امتحان نصف السنة مقسوم على المواد اللي يمتحن بها. بسبب تأخر المدارس في المناطق محافظات الجنوبية ما امتحنوا ماتين، فصار نقص عندهم ماتين إنه ما يمتحنيها. فش راح يكون العلاج إنه تجمع درجات الطالب وتقسم على عدد، يعني يطلعون المعدل للطالب و يعني الوسط الحسابي، وإذا وصل 50 درجة، إذا هذا المعدل وصل 50 درجة راح يكون مجزي عن الامتحانين اللي يعني مكان الامتحانين اللي ما امتحنن هذا الطالب. زين، هذا بالنسبة إلى القرار الأول. عندنا ايضا تجمع، هذا بالنسبة الى يعني اذا حصل الطالب على 50 باضافة درجات القرار، يعني 40 وفوق يضيفوا له 10 درجة القرار. اذا يعني اقل من 40، 39، فراح يؤدي الامتحان بالدور الثاني، يعني يبقى للدور الثاني مثل كل سنة ويؤدي الامتحان كمكمل بالدور الثاني. هاي بالنسبة للصفوف غير المنتهية. أما بالنسبة لطلاب الخارجي السادس الإعداد الخارجي، فستبقى امتحان، يعني ما اللي طبعا ما صدر بهم أي قرار، ما عرفنا إنه موقفهم من حذف المواد شنو، أو موقفهم من بقية القرارات، وإنما فقط صدر هذا القرار إنه راح يكون امتحانهم التمهيدي، ها مو النهائي، الامتحان التمهيدي بعد امتحان الطلاب النظاميين، يعني الطلاب المدارس، وبعدها يحدد امتحان لاحق لطلاب الخارجي، امتحان تمهيدي، واحتمال يعني من اللي ينجح ويفوز بالتمهيدي راح يمتحن الوزاري في ايضا في وقت لاحق، وطبعا ايضا يكون بالدور الثاني مع الطلاب النظاميين. طبعا هذا ايضا مجحف يعني بحقهم. لهنا ينتهي الفيديو، ورافقتكم السلام.